مساء الخير، يعني أتمنى إن أنتوا تكونوا قضيتوا أجازة طيبة وتكونوا استفدتوا منها أقصى استفادة. أعتقد إحنا في المرتين اللي فاتوا اتكلمنا عن فصلين. الفصل الأول متعلق بأساسيات عملية التفاوض، والفصل الثاني اتكلمنا فيه عن مراحل عملية التفاوض، وانهينا كلامنا بالتدريب اللي موجود في نهاية الفصل الثاني، والمفروض ان حضراتكم بتعملوا هذا، بتعبوا هذا التدريب. بالنسبة للفصل الثالث وهو الأهم، ده متعلق بأساليب التفاوض. فاحنا ممكن نقسم أساليب التفاوض إلى مجموعة من الأساليب. في أساليب تفاوضية متعلقة ببداية التفاوض، أساليب تفاوضية خلال جلسات التفاوض، وأساليب تفاوضية متعلقة بختام عملية التفاوض. في أساليب تفاوضية متعلقة بالمعلومات والحقائق، وفي أساليب تفاوضية لها ارتباط بالجوانب النفسية، وفي أساليب تفاوضية غير أخلاقية متعلقة بالضغط على الطرف الآخر. النهاردة هنحاول نتكلم بداية على أساليب تفاوضية متعلقة ببداية التفاوض. أساليب تفاوضية متعلقة ببداية التفاوض، أول أسلوب عندنا بالتالي ممكن نكون اتكلمنا فيه قبل كده، واحنا بنتكلم عن مبادئ التفاوض، خاصة ما يتعلق بالتضاد اللي هو المبدأ الأول اللي هو اسمه التضاد الإدراكي. أول أسلوب تفاوض عندنا مكتوب إيه؟ ابدأ بصفقات ذات القيم الكبيرة عند البيع، وسميناها الكرسي والشنطة، وقلنا لو رفعنا الكرسي الأول وزنه 15 كيلو والشنطة وزنها 2 كيلو، لو رفعنا الكرسي الأول الشنطة هتبان أخف من وزنها، أو بمعنى آخر بندركها أخف من وزنها الحقيقي. وقلنا مثال على كده، لو حد راح يشتري واحد راح يخطب أو أي حاجة، وعنده عاوز يشتري خاتم ألماس جميل، وفي برضو حاجة سلسلة كده دلايد ذهب، وحاجة فضة دبلتين فضة ولا أي حاجة، بتقالنا قلنا هنا المفروض يبدأ بالخاتم الألماس. ليه؟ لأن قيمته 60,000. جميل، طب 60,000 هيشتروا كم حتة ذهب؟ قول ب30,000. فلما يقارن ما بين 60,000 و30,000، 30,000 هتبان أخف من وزنها. طب احنا كده وصلنا 30 و60، 90,000. الفضة هتكون بكام؟ على فكرة حتى لو قلنا ب10,000 فضة قيمتهم هتبان قليلة جدا جدا، وعملية البيع هتتم بسهولة ويسر. وقلنا مثال آخر، فاحنا قلنا لو أي حد رايح يشتري عنده مناسبة معينة وهيشتري بدلة، قول ب3,000 جنيه، وهيشتري كمان حذاء قول مثلا ب500 جنيه، وهيشتري قميص ب300 جنيه، وهكذا. البيع الشاطر يبدأ بكايه؟ بالبدلة، لأن هو لما يلاقي البدلة هيدفع في البدلة 3,000 جنيه، الجزمة من 500 جنيه هتبان أخف
من إيه؟ من قيمتها الحقيقية، يعني هيدركها، اللي هيدرك ال 500 جنيه حاجة قليلة، ممكن توصل ل 300 حاجة زي كده. طب هو الوقت دفع قد ايه؟ 3500. بالتالي لما نيجي نتكلم على القميص مثلا نقول ب 200 جنيه ولا كده، هي قيمته الناس هتدركها اقل من القيمة الحقيقية. في عندنا مبدئين مرتبطين بنفس الأسلوب اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. أول حاجة عندنا بسمها نظراتي بروكلين، ده حي في أمريكا، أحد المدن الأمريكية. بيحكى ان كان في واحد هناك بيبيع نظارة، كان كل واحد يجي له النظارة بكام يا عمي، يقول له 500 جنيه، يقوم سايبينه ويقوم ماشي. الموضوع كرر اكتر من مرة، فالراجل بدأ يفكر، يقول طب هو بالتأكيد مش كل الناس دول على خطأ وانا صح. ففكر فكر، قال ايه اللي هيمنع ان انا اقسم النظارة، بدل ما اقول له النظارة ب 500 جنيه ان انا اقسمها لجزئيات اصغر. الفريم مثلا قول ب 300 جنيه، واللينسز قول ب 150، والاكزامينيشن اللي هو الفحص قول ب 50. بالتالي هنا في الحالة ده هيبدأ بإيه؟ بالفريم أبو 300 جنيه. يبقى في فرق بين اللي يقول ب 500 جنيه، وفي فرق انه يقول لك والله عندنا الفريم ب 300 جنيه وخلاص اتفقوا على الفريم. طب احنا عندنا العدسات بكام؟ قلنا ب 150 واتفقنا عليها. لما نتكلم على الفحص والكلام ده بيكون الموضوع ايه؟ يبان او الطرف الاخر بيدرك اللينسز والكشف أقل من القيمة الحقيقية لهم. في عندنا أسلوب آخر مرتبط بالبدء بالصفقات الكبيرة، بس هنا له ترجمة أكتر. ابدأ بالأسوأ عشان الطرف الآخر يرضى بمين؟ بالسيء. ده اللي بيتكلم عليه حاجة بنسميها الجبهة الروسية. بيحكى ان احد الفرق اللي كانت موجودة في برلين في المانيا كان توزيعها الفعلي رايح على العالمين. فالرجل القائد بتاع الفرقة ده هي قال لو انا قلت ان هما يروحوا العالمين مباشرة هيقارنوا ما بين العالمين وبين برلين، طبعا هنا المقارنة هتكون قاسية للغاية. فالراجل فكر فكرة كويسة، أسوأ جبهة أي واحد ممكن يروح لها هي الجبهة الروسية. ففي الأول قال لهم والله يا جماعة أنا سمعت أقاويل كده في القيادة العامة إن إحنا الفرقة بتاعتنا تحرك على مين؟ على الجبهة الروسية. طبعا اللي ما كانش بيصلي صلي، واللي كل واحد استشهد على حياته وكده. بعد مدة معينة قال لهم الحمد لله أنا عملت كل اللي أقدر عليه، وإحنا مش هنروح الجبهة الروسية، هنروح العالمين. يبقى في الحالة ديت العساكر اللي موجودين في الفرقة هيقارنوا مش بين برلين والعالمين، هيقارنوا ما بين الجبهة الروسية وبين العالمين. طبعا العالمين أخف بكتير. تكملت نفس الأسلوب. أما عند الشراء، لو أنت بتشتري حاجة، فابدأ بالصفقات ذات القيم الصغيرة، وسميناها إيه؟ الشنطة والكرسي. يعني عكس اللي فات، يعني لو أنا شلت الشنطة في الأول وزنها 2 كيلو وجيت أشيل كرسي وزنه 15 كيلو،
الكرسي هندركه اكتر من وزنه. ونفس المثال يبقى هنعكس المثال اللي كان موجود قبل كده. تخيل في حد عاوز يشتري شوية قطعتين فضة وكم حتة ذهب وفص ألماس أو شيء من هذا القبيل، فالمفروض في الحالة دي المشتري هيبدأ بالفضة عشان يترك الفضة مثلا قول ب10,000، لما أقول له الذهب ب30,000، بالتالي الراجل هيدركه إيه؟ أكتر من قيمته الحقيقية. وهكذا بالنسبة للألماس، فهنا التفاوض هيكون شوية يعني الراجل المشتري هيبذل مجهود أكتر ويكون يقظ أكتر بالنسبة لموضوع التفاوض عكس الحالة الأولانية. طب المثال التاني، احنا قلنا الراجل بقى هيبدأ بالبدلة وبعد كده لا مؤاخذة الحذاء وبعد كده القميص وهكذا. لا، المشتري بقى المفروض يبدأ بإيه؟ بالقميص. هيفكر مرة واثنين وثلاثة وهو بيتفاوض بالنسبة للحذاء، وتفاوض مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وهو بيتفاوض على إيه؟ على البدلة. ده بالنسبة للمبدأ أو الأسلوب الأول اللي بنسميه. بالنسبة للصفقات الكبيرة، لو بياع ابدأ بالصفقات الكبيرة وانتهي بالصفقات الصغيرة. إنما لو أنت مشتري المفروض إنك تبدأ بالصفقات الصغيرة صعودا إلى الصفقات الكبيرة. الحقيقة اللي جاية دي يعني المعنى البلدي بتاع بنقول نطاح الكباش، يعني احنا عاوزين التفاوض يبدأ بالشكل الجميل اللي موجود على اليمين ده، مش الناس تصطدم في بعضيها مرة واحدة. يبقى اسم الأسلوب ده ايه؟ تجنب التفاوض في القضايا التي تتسم بالصدام في بداية التفاوض. بمعنى افترض ان احنا عندنا مجموعة من القضايا هنتفاوض على اساسها. اي قضية او اي صفقة فشوية قضايا متفرعين منها، فيها السعر وفيها مواعيد التسليم وفيها على فكرة ممكن نقاط اتفاق وممكن موضوعات عامة لإذابة الجليد. فلو خدنا زي بقى عشان نتجنب الصدام في بداية التفاوض، لو بدأت بالسعر هتبقى المشكلة كبيرة قوي، لأنه حاجة إيه فيها صدام كبير. فالمفروض في الحالة دي إن أنا أبدأ بموضوعات أحصل منها على نعم عشان أعوده في النهاية إن هو يقول إيه نعم. فلو اتكلمنا في موضوعات عامة، الجو النهاردة بدأ يتحسن، هيقول نعم وأكتر من حاجة بهذا الشكل، يبقى هو قال لنا يجي 5 6 نعمات. نيجي بعد كده نقاط الاتفاق، والله احنا عاوزين يبقى في شفافية في التعامل بيننا وبين بعض. الراجل يقول لا، بالتأكيد اقول نعم، وعاوزين كمان تبقى علاقتنا مع بعض علاقة مستمرة وطويلة الأجل، بالتأكيد برضه هيقول إيه نعم. وهكذا كمان 5 10 12 إيه نعم. بالتالي بعد كده تقريبا بدأنا ناخد على بعض، نتكلم في القضايا الثانوية اللي هي زي إيه؟ قلنا مواعيد التسليم، هو هيقول 45 يوم وانا اقول 40، هنتفق على 42، المهم في النهاية ما فيهاش خلاف كبير. يبقى اخر قضية نتكلم فيها هي القضايا الخاصة بالسعر اللي هي القضايا الاساسية. بقى هو ده الوقت المناسب فيها لهذا. هنا هنقول مثال
بفرض أن كل من المنتج والموزع يرغب في التفاوض بخصوص، يعني عندنا واحد منتج بيتفاوض مع مين؟ مع المبيعين بتوعه. القضايا التفاوضية الخاصة بالمنتج عبارة عن إيه؟ تخفيض العمولة الموزع إلى أدنى حد ممكن، أعتقد دي قضية أساسية. رفع سعر البيع للمستهلك النهائي، دي هنقدر نحكم عليها لما نشوف مين الجانب الآخر اللي هو الخاص بالموزع، إيه القضايا التفاوضية الخاصة به. عندنا حاجة بنسميها زيادة المخصصات الإعلانية الخاصة بالمنتج، ده هيت كمان، لا يعني الراجل الموزع مش هيدفع حاجة، ده اللي هيدفع في النهاية هو مين؟ المنتج، هيزود مخصصات الإعلان الخاصة بالمنتجات بتاعته. في حاجة تانية بسميها زيادة حجم التعامل، حجم الإعلان التعاوني. يعني إيه تعاوني؟ يعني المنتج هيدفع مبلغ والموزع هيدفع مبلغ، ده بالنسبة للقضايا التفاوضية الخاصة بالمنتج، عاوز يخفض العمولة، عاوز يرفع سعر بيع السلعة، وعاوز يرفع المخصصات الإعلانية اللي هو اللي هيدفعها، وعاوز كمان يتفق مع الموزع على مين يدفع قد إيه بالنسبة التعاوني. هي بقى القضايا التفاوضية الخاصة بالموزع. هنا زيادة حجم الإعلان التعاوني اللي هيشتركوا فيه الاتنين، يبقى هنا هما مشتركين في هذا الشيء. زيادة المخصصات الإعلانية الخاصة بالمنتج، بتهل هما كمان متفقين على هذا الشيء. التاني كان بيقول المحافظة على سعر البيع للمستهلك، لا التاني كان بيقول نرفع سعر البيع للمستهلك، إنما الموزع بيقول إيه؟ نحافظ على أسعار البيع للمستهلك، ما قالش تثبيت على فكرة، محافظة يعني ممكن يزيد شوية، والتاني بيقول زيادة السعر برضو ممكن يتفقوا يوصلهم لحل. آخر حاجة عندنا التاني كان بيقول تخفيض العمولة اللي بيحصل عليها الموزع إلى أدنى حد ممكن، الراجل بيقول زيادة العمولة اللي هو هياخدها اللي هو الموزع إلى أقصى حد ممكن. لو جينا نبص للكلام اللي قبل كده فعندنا 3 حاجات، طبعا عملية الموضوعات العامة دي مفروغ منها، فنتوقع عشان نتجنب الصدام هنبدأ نمرة 1 بالمخصصات الإعلانية الخاصة بالمنتج. ليه؟ لأن الموزع مش هيدفع حاجة، ده اللي هيدفع المبلغ ده كله مين؟ المنتج. عندنا بعد كده زيادة حجم الإعلان التعاوني، هما متفقين فيها، بس هنا الموزع هيدفع جزء والمنتج هيدفع جزء، مين هيدفع قد ايه؟ برضو اصعب من الاولانية اللي هي زيادة المخصصات الاعلانية الخاصة بالمنتج. فعندنا حاجة بعد كده بسمها ايه؟ نيجي في نمرة 3 اللي هي القضايا الثانوية. التاني بيقول عاوزين نزود اسعار البيع للمستهلك، انما الراجل ده بيقول المحافظة على اسعار البيع للمستهلك، بالتالي خفيفة برضه، بس دي تعتبر قضية إيه؟ ثانوية. القضية الأساسية اللي موجودة عندنا هتكون نمرة 1، الناحية التانية عاوز يخفض العمولة وده عاوز يزود إيه؟ العمولة. يبقى بناء على الكلام ده كله في عندنا 2 نقاط اتفاق، اللي هي زيادة المخصصات الإعلانية الخاصة بالمنتج وزيادة حجم الإعلان التعاوني، متفقين فيها. الحاجة التانية بنسميها إيه؟ قضايا ثانوية. واحد بيقول نرفع الأسعار، والتاني بيقول نحافظ على
الأسعار. إنما هي المشكلة الأساسية هي واحد بيقول تخفيض العمولة والتاني بيقول العمولة. في عندنا مبدأ تفاوضي آخر بيقول اطلب أكثر مما تتوقع الحصول عليه بشرط أن تكون واقعيا. مهم أو كلمة واقعيا، هنا في مثل كلنا عارفين يقول لك ادعي الباطل يأتيك الحق. على فكرة يبان كويس بس حقيقي ليس واقعيا، لأن خدت أقصى اليمين وأقصى اليسار. أنا بقول ادعي الباطل أقصى اليسار يأتيك إيه الحق، لا ما تمشيش لأن الكلام ده غير واقعي. هنا برضو في مثال جميل قوي ممكن ينفع في التفاوض السياسي. تعرفين في أوائل التسعينات العراق احتلت الكويت بالكامل، فتاني يوم الصبح الرئيس بوش عمل خطاب قصير جدا كما يلي. طبعا تعبيرات وشه وحركات جسمه حاجة فيها صرامة غير عادية. الراجل بوش بيقول ايه؟ انني لا اتباهى كما انني لا اخادع او استعرض القوة. توجد ثلاث اشياء يجب ان يقوم بها هذا الرجل. This man. ما قالش بريزيدنت صدام ولا كلام من هذا القبيل. يعني حاجة فيها إهانة كبيرة. هما الثلاث أشياء: عليه أن ينسحب من دولة الكويت، وأن يعيد الحكومة الشرعية للكويت، وأن يدفع تعويضات عن الخراب والدمار الذي أحدثه نتيجة الحرب. طيب ثلاثة، يعني حط وشه في الحيطة. واحد منتصر، صدام منتصر وهيتنازل، يعني كل الطلبات التاني عاوزها. طب هنتفاوض ازاي؟ مفيش تفاوض، فمش معقول الراجل ينسحب كده من نفسه. فهم اساسا هم اللي حطوه في الخانة ديت واستغلوها فرصة واحتلوا العراق وسوريا لا يعني مش سوريا قوي، انما برضو تدخلوا في سوريا ودول الخليج كلها وبقالهم سطوة كبيرة في المنطقة. انما انا بعتقد الدنيا كانت ممكن تبقى تمشي صح لو زود حاجتين كمان. اننا نريدك ان تتخلى انت واذنابك عن السلطة، وان تتقلد مقاليد الحكم في العراق حكومة محايدة غير عربية. لو كان هو زاد الاتنين دولة على فكرة الدنيا كانت هتمشي، كان ممكن يتفاوضوا مع بعض. صدام ياخد الاتنين اللي في الاخر وبوش ياخد التلاتة اللي في الاول، ان هو ما ضافهمش فقال له يعني هم دولة. بالتأكيد الوضع الطبيعي ان صدام بشخصيته لابد ان هو يرفض. رفض وقد كانت النتيجة كلنا عارفينها. عندنا كمان حاجة مرتبطة بهذا الاسلوب، حاجة اسمها الكرة العالية. لو بصيت للشكل اللي موجود قدام الراجل داخل بدماغه في الكرة يجيب جون، انا عاوز كرة عالية بس تدخل جون. الكرة العالية اللي بيستخدمها مين؟ البائع. يعني ايه؟ لو هو عاوز يشتري بمية مش هيبدأ بمية، هيبدأ بمية وعشرة، يبقى استخدم الكرة هي العالية واقعية. مية من مية وعشرة مش بعيدة قوي. امال المشتري هيبدأ بايه؟ بالكرة المنخفضة
بس برضو مش منخفضة قوي. يعني أحسن كورة جيب منها جون هي الكورة اللي موجودة قدامنا ده، هي تحت يعني، هي زيادة عن الأرض بشوية. عشان كده عشان يبقى واقعي، يعني إيه؟ يعني المشتري لو ناوي يشتري بمية هيبدأ بكام؟ بتسعين. دي يبقى هي دي اللي بنسميها الكورة المنخفضة. كمان حاجة، كم أسلوب كده هنتكلم عليهم، هم أساليب خاصة بالتفاوض خلال جلسات التفاوض. أول حاجة عندنا بنقول مثل دور البائع المتلهف على البيع، ولا تغفل عن المشتري، فقد يمثل دور المشتري غير المتلهف على الشراء. هي زي ما واضح في الصورة اللي في الشمال ديت، فيلم الناس كلها بتمثل على بعضيها. فأنت ممكن تروح لبياع، حقيقي المخزن عنده مليان بضاعة، فيقول لك لا والله دي هي الوحيدة، عندنا قطعة واحدة، يا تلحق يا ما تلحقش. وعلى فكرة في نفس الوقت ممكن المشتري بيمثل نفس الدور. بمعنى ايه؟ هو محتاج البضاعة قوي او السلعة قوي قوي، فبيمثل دور ايه؟ ان هو يعني حاجة بالنسبة له مش اساسية خالص، واعتقد كده كويس يعني. لان لو البائع مثل دور المتلهف التاني اللي هو المشتري يستغل هذا التلهف، ولو المشتري أظهر حاجته الشديدة للشراء التاني هيبالغ في وطلباته. كمان حاجة نتكلم عليها، بنقول لا تقدم أسلوب كمان تنازل إلا في مقابل تنازل من الطرف الآخر. واضح من الشكل اللي موجود قدامي ده هوت، يعني في أسد هوت وفي مدرب، فالراجل المدرب بيتفاوض مع الأسد بيقول له ايه رأيك بقى، احنا في السيرك هوت وفي جمهور كتير موجود، انا احط دماغي في فمك، ويعني طبعا انت راجل شاطر مش هت ايه مش هتقرم دماغي خالص، والناس تسقف لنا وكده. فالاسد قال له والله انا ما اضمنلكش هذا الموضوع، لان انا جعان وانا ما اعرفش وقت الجوع، وانت عارف ان الجوع كافر. قال له يعني ايه المطلوب؟ قال لي اكلنا اكله كويسه كده، وبعدين انا ايه انفذ لك طلبك بالشكل اللي موجود قدامنا دهوت. عشان كده المثل هنا، المبدأ الاسلوب بيقول ايه، لا تقدم تنازل الا في مقابل تنازل من الطرف الاخر. على فكرة مش لابد التنازلين يكونوا متساويين، المهم اي تنازل. يعني ايه؟ الاسد خد تنازل من المدرب، والمدرب خد تنازل من الأسد. عندنا أسلوب آخر مرتبط بهذا الموضوع بيسميه if then، لو أنا عملت كذا أنت هتعمل كذا. فهنا واضح إن في عندنا بنطلون موجود أهوت، فهنا في الحالة دي افترض إنك رحت محل من المحلات عجبك بنطلون خالص، بس قلت الراجل بس رجليه طويلة، فالراجل قال لك يعني هي ده الحاجة العيب الوحيد اللي موجود فيه؟ قلت له أيوة. قال له يعني لو أنا قصرت لك رجلين البنطلون ده هتشتريه؟ يعني إف لو أنا، ذن معناها إيه؟ هتشتري البنطلون والموضوع خلص